السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة السعودية في هذه التغطية الحية والمباشرة لليوم الثاني للمنتدى الدولي للأمن السبراني، والذي بدأت أعماله يوم أمس في مدينة هنا في مدينة الرياض. اليوم هو اليوم الثاني، تتواصل فعاليات هذا المنتدى المهم جدا، ليس على الصعيد المحلي ولا الإقليمي بل على المستوى الدولي، بجلسات بدأت منذ الصباح وتستمر إن شاء الله حتى المساء. وأيضا هناك استوديو آخر في يوجد فيه حوارات أيضا تتعلق بالأمن السبراني. قبل أن نبدأ معكم مع ضيفنا في هذه التغطية، ضيفنا الأول، نشاهد وإياكم هذا التقرير للزميل ياسر الحكمي عن المنتدى الدولي للأمن السبراني، ثم نعود إليكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت أعمال المنتدى الدولي للأمن السبراني في العاصمة الرياض لمدة يومين بمشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الوطنية وشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها. هذا أول مؤتمر عالمي يقام في السعودية. المشكلة عالمية، مشكلة الأمن السبراني، العالم كله يعاني من اختراقات ومشاكل تؤثر على البنى التحتية وتعطل الخدمات الحكومية اللي تقدمها. احنا اليوم نتكلم عن عالم رقمي، كل الخدمات في المملكة العربية السعودية تقريبا تقدم عن طريق الأونلاين وعن طريق الخدمات الرقمية من جميع القطاعات، على مستوى القطاع البنكي المصرفي، قطاعات الاتصالات، تتكلم عن قطاعات البنية التحتية كاملة تقريبا، وأي مشاكل ممكن تواجهها القطاعات أو البنية التحتية راح تأثر على معظم السكان في البلد. يحضر هذا المنتدى أكثر من 1000 شخص من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال الأمن السبراني، وسيناقش المنتدى عددا من المحاور الرئيسية المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السبرانية، بالإضافة إلى استغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال. الثورة هذه لحماية الأمن على مستوى المملكة العربية السعودية، على مستوى المؤسسات والوزارات المحلية، كذلك التعاون الدولي فيما بينها لحماية من الهجمات. يعني وإحنا شفنا يعني كثير من الهجمات اللي حصلت على المستوى الدولي ومدى تأثيرها على الدول ومدى تكاليفها الاقتصادية والمالية، فهذا إن شاء الله بإذن الله يحمينا ويحمي الدول، وبتعاوننا جميعا نكون يعني في أمن من أي جرائم معلوماتية أو هجمات إلكترونية. لقناة السعودية ياسر الحكمي، الرياض. حياكم الله من جديد. من أبرز النقاط التي تحدث عنها كثير من المتحدثين اليوم في المنتدى عن آلية تبادل المعلومات السبرانية لمواجهة التحديات والتهديدات، الوصول إلى يعني آلية أكثر ترابط بين دول العالم لمواجهة التهديدات الإلكترونية. كان هناك حديث عن العلاقة بين الحكومات والقطاع الخاص يعني تشكيل يعني إطار أمني لاختراق المعلومات. في هذه الفقرة سوف أتحدث مع الأستاذ عبد الرحمن الكناني، وهو خبير في الأمن السبراني وأيضا مستثمر في هذا المجال. حياك الله أستاذ عبد الرحمن معنا. أهلا وسهلا. اليوم هذا الحديث بين الحكومات والقطاع الخاص على الخصوصية، يعني خصوصيتنا كمستخدمين وقعت بين متطلبات الحكومات لحفظ الأمن في الدول، وأيضا بين القطاع الخاص الذي يبحث دائما عن إصدار يعني إصدارات جديدة تحفظ أمن المعلومات وبالتالي الربحية. أين نقف في هذه المرحلة في الأمن السبراني؟
احنا نقف في البداية. هدف الشركات كالعادة بشكل تجاري بالنسبة للمعلومات للإعلانات والتسويق والبيع المنتجات واقتصاد عالمي. بالنسبة للحكومات هو هدف حكومي أو هدف وطني أنه تحمي مواطنيها وسلامة معلوماتهم من وصول الشركات لها، ويكون في آلية واضحة وسياسات وأنظمة تحفظ حقهم أثناء التقاضي، أثناء تسريب المعلومات، أثناء استخدامها، لأنه تقريبا حياة جميع المواطنين أصبحت رقمية الآن. كل مواطن أصبح مواطن رقمي حاليا، عنده هوية رقمية، عنده سجل رقمي، عنده مساحة شخصية رقمية، مساحة خاصة، مساحة للأعمال. الشركات تستهدف هذه المساحة وتتمنى أن تشارك مع الحكومات. الحكومات حاليا قاعدة تصنع التشريعات. المملكة عملت قفزة عالمية كونها الأولى عربيا في أنها تبنت هالمبادرة العالمية، وتواجد الجي 20 مع في الحدث يعني يعطاها زخم عالمي من ناحية كبار مسؤولي العالم ما كانوا يمكن يجتمعوا لولا حدث زي هذا على مستوى رأساء دول الموضوع ومستوى أمن وطني، لأنك أنت قاعد تحمي سيادة معلوماتية. يعني المعلومات ما كان في إمكانية أنها تحفظ لو ما تم مؤتمر بالشكل هذا، يتبنى الجهود هذه ويضمن وجود تشريعات. يعني جزئية كبيرة يمكن ذكرها أحد الأخوان في المنتدى أنه مستقبلا حتى يكون في توعية للقضاء حتى وضيع الجهات التحقيقية أنه يكون واعي بمدى الجرائم والمعلومات والشغلات، أنه مش جريمة عادية، أنت في جرائم ممكن تمس حياة كل المواطنين. جميل. كان في نقطة اليوم جدا ممتازة، ماذا لو أعيد اختراع الإنترنت؟ كيف سنستخدمه؟ هل هو بالطريقة الحالية نحن نستخدم المنصات الإنترنت تحديدا بالطريقة السليمة؟ ما هي أبرز الأخطار والمخاطر الأمنية علينا إحنا كأشخاص في السنوات العشر الأخيرة أو الخمس الأخيرة؟ خلينا نقول السنوات العشر الأخيرة نقدر نوصف الخسائر ملياريه وليس مليونيه، يعني خسائر المعلومات على مستوى الأفراد، مستوى الأفراد والشركات، لأن في النهاية الأفراد مضطرين يستخدمون منتجات الشركات العملاقة بأسعار زهيدة أو مجانية. أغلب الشركات بتقدم الخدمة مجانا، حقيقة ما في شيء مجانا، أنت المنتج إذا ما كان دفعت قيمة المنتج، معلوماتك هي قيمة بالنسبة لهم اللي بيعمل عليها أبحاث وغيره. طبعا لو عاد بنا الزمن للوراء لكان لو عرفنا حجم الضرر اللي حيصير الان لكان من البدايه ما اخترعنا حقيقه ما حنقدر نستخدمها. يعني ريفولوشن وثوره عالميه يعني، ونعمه حقيقه لو استخدمت بالطريقه الصحيحه، يعني نعمه عظيمه انه انت متواجد هنا وقاعد تدير كل حياتك الرقميه. الخطوره لو تم انتحال هويتك الرقميه هنا. طيب على موضوع الهويه الرقميه، لابد الناس يفرقون بين الأمن السبراني وبين أمن المعلومات. أمن المعلومات اللي نعرفه يعني معلوماتنا البنكية، معلوماتنا الشخصية والأمور هذه كلها، صحيح لي إذا كنت مخطئ لأني غير متخصص حقيقي في هذا الموضوع. الأمن السبراني كيف يمكن أن نقارنه بأمن المعلومات؟ إيش الفرق بينهم؟ أمن المعلومات هو كان أي معلومة ويتم عمل تأمين لها، هنا يسمى أمن المعلومات، سواء مستند، سواء وثائق، سواء معلومات محفوظة على جهاز شخصي، على جهاز غير متصل، هنا كان يسمى أمن المعلومات. تقدم حماية بسيطة للجهاز أو سيرفر، هذا كان يسمى نطاق أمن المعلومات. يعني هي معلومات تقليدية تم تحويلها إلى معلومات رقمية وحفظناها على اللابتوب أو على الجوال أو على تليفون أو مستند، هنا أو أنه وقعت على وثيقة تحميها. الأمن السيبراني حماية جميع الأصول الرقمية، سواء معلومات أو غير معلومات، كل ما هو متواجد على الإنترنت أو كل معلومة تتزاول عبر أي وسائل اتصالات أو عبر أي قنوات، عبر أي أنظمة، أي أجهزة، هنا يسمى الأمن السيبراني. طبعا الأمن السيبراني كان مصطلح جديد جدا، وكان الناس يعني كلمة موجودة من زمان يعني، لكن ما كان فيه زخم لها. الآن أصبحت محركات البحث لو تبحث يمكن من أكثر الكلمات اللي يبحث عنها في العالم العربي خصوصا السعودية، يعني لو تكتب أمن يطلع لك سيبراني على طول. طيب أنت استثمرت في هذا المجال تقريبا من 4 سنوات وهذه الخامسة. نعم. طيب حدثني عن فكرتك أنت كشاب سعودي. يعني كثير من الشباب الآن اتجهوا اللي يقول أنا بفتح شركة آي تي، لابد إحنا نخبرهم الآن بما أنك صاحب تجربة وأنت ممكن أفضل واحد ممكن يعطيهم هذه التجربة. إيش المواصفات اللي يجب أن تتوفر فيه كشاب أو شابة يستثمر في الأمن السيبراني؟ هل هي نفس المواصفات العلمية والتقنية والمالية؟ هل رأس المال نفسه اللي بستخدمه في الآي تي كمستثمر هو نفسه اللي بستخدمه في الأمن السيبراني؟ أوكي. موضوع الأمن السيبراني هو تعتبر إكسبنسيف، تقنية مكلفة شوي. استثمار كان من خلال إنشاء منصات رقمية
تقدم طبعا حلول الامن السيبراني كانت تقدم بطريقه تقليديه، مثلا انت تحتاج خدمه كشركه او جهه حتى تتعامل مع مستشارين وكونسلتنج والى اخره، تدفع قيمه ساعات استشاريه ويستمر الموضوع. كم تكلف الساعة؟ معلش بقطع كلامك. يعني الساعة تقريبا في الأمن السبراني يعني خلينا نحفزهم يعني شوي لأن الفلوس تحفز. يعني ما حتقل عن 300 دولار، هنتكلم بالدولار يعني عشان نكون الساعة. أي لم في شركة تصل إلى 1500 إلى 5000 دولار بعض الشركات يعني دولة الكونسنت بس حسب الكيس يعني حسب حجم الشركة. فالساعة مكلفة جدا على الكونسلتنج. الاستثمار اللي ننصح فيه إنه طبعا المملكة مليئة بالقطاعات، يعني المملكة تعتبر منجم ذهب للأمن السبراني. اولا احنا الشعب الاول عربيا، الشيء الثاني الاقوى بنيه تحتيه، الاسرع تشريعا حقيقه. في كلمه ممكن دائما اقولها، زمان كان مثلا رجال اعمال او المواطنين او الشركات يسبقون الحكومه ويسوي منتج بعدين الحكومه تكتشف انه في شركه. الان الجميل في الموضوع انه الجفرمنت عندك الحكومه قاعد تسبق السوق، هذا خلاك انت تنطلق لانك يعني انت عارف الخريطه حقت السوق. الاستثمار كالتالي اللي اقترحه انه بناء منصات تحمي امن المعلومات، منصات تحليليه، منصات تقدم سيرفس الكترونيه، تقدم خدمات يسمونها اوتوميتد انفورميشن اناليست. هي في هذا المجال كل جهه وكل قطاع تحتاج كلها منصه خاصه. السوق كبير جدا، العدد الكبير اللي حضر عندنا لانه ينظر الى كيكه ضخمه جدا. نعم. وفي بدايه الصناعه قاعده تبدا الان الصناعه. أيه. يعني احنا نقدر نقول ان احنا قاعدين نسوي بنيه تحتيه رقميه. شبهناها قبل شيء قبل هوا كنا نسولف انه بعد الحرب العالميه الثانيه كل دول العالم اتجهت انها تبني البنيه التحتيه التقليديه. نعم. طرق، مواصلات، مشاريع اتصالات، عمران الى ذلك. نعم. الان احنا في الالفيه الجديده قاعدين نبني بنية تحتية لكنها رقمية افتراضية. حقيقة احنا قاعد نبني بنية تحتية رقمية ومجتمعات رقمية. المجتمعات الحالية حتتحول رقمية يعني السنوات القادمة في جهات كثيرة انت ما حتزورها ولا حتتعامل معها. يعني في موضوع قاعد اتكلم فيه انا وواحد الاخوان انه السنوات القادمة حينولد الطفل في المملكة وفي العالم العربي اذا استمرين على المستوى هذا ما حيراجع اي جهه عشان يطلع اي كل شيء الكتروني. ممكن حيصير خدمات احنا الان يعني ما شاء الله الاحوال المدنيه وغيرها والجوازات وندرس في بيت. يعني في الماضي طال عمرك كانت انه بتنولد بتراجع عده جهات وورقي ومش الان حتنولد وحتموت وانت بعد عمر طويل ان شاء الله طبعا يعني وانت رقمي وانت مواطن رقمي. فانت هالحياه اللي حتعيشها من خلال استخدام كل التقنيات وكل المسار العلمي هذا انت حتحتاج مظله الامن السيبراني والتقنيات هذه والتشريعات هذه اللي حتحمي حياتك وتحمي حياه اطفالك واسرتك ومجتمعك. طيب الحكومات تلجأ إلى الشركات. نعم. إحنا كعامة كمستخدمين هل نكتفي بأمن المعلومات إنه إحنا نعرف كيف نحمي معلوماتنا الشخصية؟ طبعاً حل ما يخص البنوك البنكر والأمور هذه كلها البنوك تتولى، لكن نتكلم على مستوى أجهزتنا الشخصية، هل نحن بحاجة ماسة في السنوات الجاية لابد يكون أيضاً عندنا خلفية عن الأمن السيبراني؟ نعم نعم إحنا محتاجين. أكثر شيء نركز عليه وأكثر خطر في الأمن السيبراني هو العامل البشري المستخدم في النهاية، طريقة استخدامك، سلوكك، تعاملك مع هذه التقنيات، حاجتك لها، وعيك لاستخدامها، توعية أطفالك وأسرتك والمجتمع اللي حولك كشركة، توعية فريق العمل وغيره، جهات الحكومية، توعية مسؤولين الحكومة، موظفي الحكومة باستخدامها. التوعية أهم شيء. التقنيات الشركات هي حساسة ما حتقدر تكمل إلا بالتشريعات الحكومية، ولذلك ترى أنه أغلب الشركات حضرت الآن لأنها تنتظر التشريعات والتغيرات اللي هي تسمح لها تطور وتبدع أكثر. طيب أمس سمو ولي العهد كان هناك مبادرتين، واحدة خاصة بالطفل وحماية الطفل، واحدة بالأخرى بالمرأة. أين نقف إحنا كعائلة سعودية؟ يعني العائلة السعودية، الأسرة السعودية، أنت عارف عندنا مقولة في السعودية وعندنا تصرف عند أغلب الأسر عشان يسكتون الطفل يعطونه جهاز إلكتروني. هذا الطفل مع الأيام زي ما قلت يتحول إلى إنسان رقمي، بدل ما هو طفل عادي، طفل يمارس حياته الطبيعية، يلعب برا، يروح يجي، اللي أصبح طفل رقمي. كيف نقدر نعيد الطفل في المملكة العربية السعودية تحديدا إلى وضعه الطبيعي، بالذات الطفل اللي يعيش في عائلة رقمية مدمنة على هذه المنصات الإلكترونية؟ حقيقة الآن يمكن حندخل في جزئية اسمه علم النفس السيبراني، يعني نعم. أصبح موجود الآن وفي موجود طبعاً وفي جامعاتنا الوطنية بيدرس حالياً، يعني علم النفس السيبراني هذا طبعاً إنه عشان ما يكون في عزلة الطفل هذا، لأنه هيعيش مع مجتمع عايش معك بس قاعد أنت تربي
وقاعد تنقل له معلومات ويشوف الحياة معك، بس في ناس قاعدة تقنعه بفيديو، بانترتينمنت، بجيمينج، وتجي من الجانب اللطيف اللي هي الجانب المحبب. المحبب طبعا لازم يكون في تقنين للموضوع هذا من الأسر، لازم يكون في توعية، لازم يكون توعية في حياتهم في مشاركة المعلومات. الحكومات لابد تدخل أيضا في هذا الموضوع. الحكومات مهما سوت هذه يعني الحكومات ما تقدر تسيطر على تربيتك للأطفال داخل المنزل. يعني كل شيء تطور رقميا، يعني أستاذ عبد الرحمن تطور كل شيء. أنت تتحدث الآن وأعطيتنا فكرة عن ممكن خلاص إحنا بعد كم سنة حنصير رقميين، بشر رقميين. لا يمكن أبدا إنه الأسرة بتقوم بكل شيء لوحدها في هذا الموضوع، لأنه أول شيء الخبرة نعم. معدومة تماما عند الأسر في موضوع الأمن السبراني تحديدا وحماية الأطفال. هناك جهات حكومية تحتاج أن توعي الناس أكثر بهذا الموضوع، بالذات اللي تحدثت عنه علم النفس نعم. السبراني. أول خطوة أنا اقترحها أنه في المناهج من المراحل الابتدائية إلى المتوسطة، ويزيد وتزيد الجرعة المعلوماتية، رسومات، فيديوز، منشورات، مقالات، وركشوب، ورش عمل صغيرة مبسطة للأطفال، ألعاب تنمي هالحس عندهم. عرفت الفكرة؟ نعم. طبعاً يمكن وزارة التعليم أتوقع عندها خطة للموضوع هذا حسب ما سمعت يعني، وهي من ضمن أهداف الرؤية، والمبادرة اللي أطلقت هي معناته أنها حتستمر على السنوات الجاية. أما بالنسبة للشق الثاني من المبادرة تمكين المرأة، لأن حقيقة النساء في السعودية متميزات تقنية المعلومات، بس كانوا بشكل عام يعني تدرس تقنية معلومات عام. نعم. الآن صار في تخصص بكالوريوس في أمن السيبراني، السوق كبير جدا، وذكاء السيدات السعودية في التقني يعني قاعد السوق ينجذب لهم، يعني القطاع الخاص لو تلاحظ أنه كثير سيدات موجودة فيه، والنسبة قليلة على قد العدد اللي تشوفه، لا زال يعني في طلب عالي على توظيفهم يعني، وجزء هي أساس هذا يفترض، لأنه الأمن الوطني يعني هذه المعلومات الرقمية السرية، وهناك توجيهات عليا من المقام السامي إنه يكونوا سعوديين الموجودين على هذه المواضيع الحساسة وهذه الوظائف الحساسة، لكن نحتاج أيضا يعني إلى جهد أكبر من الجهات المسؤولة عن التوظيف في القطاع الخاص، يعني نقول سعودة هذا القطاع كاملا. أنت مستثمر وعايش السوق، راضي يعني عن النسبة الموجودة في موضوع السعوديين في المجال الرقمي؟ حقيقة النسبة ضعيفة جدا، والسوق يعني لا زال مفتوح بوابات، مش باب صغير جيتس، بوابة تستوعب الجميع، تستوعب حتى الفترة القادمة. اللهم يحتاجوا أن يركزوا في التخصصات الدقيقة في الأمن السيبراني، طبعا المجال طويل لا تسعى لذكرها. الشيء الثاني، السيدات عندنا ترى على فكرة أذكياء جدا يعني بأمانة، يعني أنا شفت ما شاء الله يعني متميزين جدا، عندهم فوكس عالي، يمكن حتى أكثر من بعض الشباب يعني بنات، يعني أنا استغرب الموضوع هذا، يمكن ظروف الحياة نعم. ويمكن هم تركيزهم فقط في المعلومة وفي التعليم، حيتيح لهم فرص كبيرة، ومحتاجين مراكز قيادية تمسكها المرأة، لأنه حاليا في جهات كثيرة لازال يعني محتاجين نساء، محتاجين سيدات، محتاجين يعني whatever، ممكن موضوع الابتعاث خدمنا. طيب جميل. هذا يدعوني إلى سؤال عن طلاب كليات الحاسب الآلي في جامعات المملكة العربية السعودية، اللي يشوفونا الآن واللي يشوفنا ينقل لهم هذه المعلومة. الآن هم اللي في الدراسة واللي توهم تخرجوا، إيش المطلوب منهم طلاب البكالوريوس على أساس ينخرطون في مجال الأمن السيبراني بكل احترافية؟ أوكي، أول نقطة وهي ما في زي العملي، ما في زي أنك أنت تروح روح الشركات كلها، كل الشركات عندها مسؤولية اجتماعية للتدريب، تقدم فرص تدريبية. الشيء الثاني، لو ما لقيت فرصتك في الشركات أو ما سمحت لك ظروف التواجد في مدن المملكة للسفر أو غيره، عندك الآن التعليم الرقمي، المنصات، أكثر من 20 منصة عالمية. يعني في دورات زمان لو حضرت تكلف إلى 2000-3000 دولار، الآن نعم. قاعد تقدم ب $100 و $50 وأوقات مجانا أونلاين. طيب أستاذ عبد الرحمن، أستاذنا وأستاذنا المشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث عن هذا المنتدى الدولي، المنتدى الدولي للأمن السبراني الذي يختتم أعماله هذا اليوم إن شاء الله في مدينة الرياض. ابقوا معنا.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام في تغطيتنا للمنتدى الدولي للأمن السيبراني والذي بدأ فعالياته يوم أمس في مدينة الرياض. أواصل الحديث مع الأستاذ عبد الرحمن الكناني وهو الخبير الأمني في مجال الأمن السيبراني ومستثمر أيضا في هذا المجال. النقطة المهمة التي سنطرحها الآن يعني جدا في غاية الأهمية. توقع أن جهازك المحمول مخترق وأنت لا تعلم، وأكثر الأجهزة التي تصلنا من الشركات العالمية المصنعة للأجهزة المحمولة إحدى هذه الشركات المشهورة لا يوجد منها إلا 1% فقط هو المؤمن ضد أي اختراق. كيف تعلق أستاذ عبد الرحمن على هذه النقطة؟ أنا أكد لك أولا هذا المعلومة. الشيء الآخر، حتى لما أحد يقدم لك هدية تليفون لا تقبلها، أهديها لحد ثاني بس يكون ما يعرفك. يعني هذا من ضمن النصائح الاحتياطات الأمنية. طبعا أكثر اختراق حاليا في الأمن السيبراني، يعني كل القطاع الأمن السيبراني بنسبة كبيرة في منتجات كثيرة اللي في السوق. أكبر اختراق بيتم حاليا هو الاختراقات اللي بتتم من خلال السوشيال ميديا أو اختراق الهاتف المحمول. 75% ما حقول في السعودية بس، في العالم العربي الموبايل مخترقة من خلال الابلكيشن، من خلال التطبيقات. ممكن ما يكون صاحب الجوال ما يدري اصلا انه مخترق، قاعد يستخدم جهازه ولا يبان معاه شيء. نسبه الارقام اللي تشير انه يمكن يجي يتعدى ل 200 يوم عشان يكتشف. كيف حيكتشف انه تليفونه مخترق؟ بعد مراجعه جهه مختصه او شركه او خبير امني او عمل فحص قوي للجهاز او تضرر الجهاز او اصبح يعلق، هنا حيكتشف. بس تو ليت. 200 يوم كثير. نعم، هذا الأبرج الناس اللي يمكن تعرف. طيب، في ناس يمكن ما تعرف إلا. إيش النصائح يعني بلغة مبسطة وجميلة جدا منك، إيش النصائح اللي ممكن أقدمها للمواطن أو المقيم على أساس يحاول يبتعد قدر الإمكان قدر الإمكان، ما نقول إنه حيبتعد نهائيا لكن قدر الإمكان عن أي تهكير. هذه اللي صعبة جدا، يعني ما في، إذا ما تقول إلى الآن ما في حل لها 100%. في أنظمة دفاعية تحمي الموضوع هذا، تقلل منه استخدامك، يحدد حقيقة في بعض السلوشن وقليل جدا، يمكن 2 كمباني ان ذا وورلد او 3 او شركتين اللي بتقدم الخدمة هذه تحمي المجال هذا. طبعا النصيحة طبعا للشركات انه تبدا تخلق منتجات، الشركات السعودية تقدم شيء يحمي تليفونات الناس، لانه احنا قدامنا سوق كبير جدا، ومهما كان في كومبيتيشن منافسة لا زالت الحاجة عالية. طبعا مع الاسف الموضوع هذا بيحدث كل يوم، وممكن اثناء اللقاء حقنا هذا في ناس قاعد تخترق تليفوناتها وفي ناس قاعد تهرب الداتا حقتها. تليفوناتنا عساها بخير بس ما تقدر تدري لغايه ما يتم تاكد. طبعا طيب، كما ان الاستثمار في المجال الامني في الامن السيبراني جدا مفيد وذو مردود مادي كبير جدا، لكن هناك من يتحدث ايضا عن موضوع الاختراق انه ايضا اصبح تجاره رائجه بالذات على مستوى بعض الحكومات. حقيقة الأول مشكلة الهاكينج أو الاختراقات أو التسريبات كان في البداية تبنها أفراد، مجموعات على الإنترنت أو شخص أشخاص. الآن الخطورة الموضوع أنه في حكومات تدعم الموضوع هذا، في عندها جيوش إلكترونية تستهدف بلدان، صارت تشن حروب إلكترونية يوميا على دول لاستهداف معلوماتها الحساسة، بنيتها التحتية، أنظمتها، كل الأنظمة أصبحت رقمية ولها اتصال بالإنترنت للحصول على المعلومات، لمعرفة اقتصادها، لدراسة اقتصادها، لبيع معلومات اقتصادها. طبعا هذه مسؤولية الحكومات في المقام الأول في الدرجة الأولى. بعد كذا يجي القطاع الخاص. القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة في أنه يستثمر ويطور ويدرب الشباب ويدرب العقول الوطنية، وأن التقنيات هذه تنقل هنا. احنا حنصبح أصبحنا مش قاعدين نصبح المجتمع الأول عربيا ورقميا، ليس مجرد يسمونه للترفيه او الرفاهيه حاجه، يعني اصبح احنا هذه سياده معلوماتيه، يعني اصول معلوماتيه، اقتصاد، يعني له علاقه بكل مبلغ في جيبك، في البطاقه الائتمانيه حقتك، في حسابك البنكي، هو له علاقه في الموضوع هذا. فموضوع حقيقه ان شاء الله انه اخذ حقه في المنتدى العالمي، وطبعا المحك على ما بعد. يعني طيب، كثير يتحدثون ان الحروب القادمه اما حروب مياه او حروب معلومات. انا اقول لك المياه خلاص واضحه، يعني انه لكن المعلومات، لان المعلومات حتى المياه لو استخدمتها حتستخدم انظمه تدير لك الانظمه اللي تحليه المياه وغيرها في جميع دول العالم قائمه على انظمه رقميه، قائمه على انظمه. فاغلى شيء حاليا المعلومات حقيقه، يعني وحسب سريتها وحسب امكانيتها ومن يوصل لها. اعتقد المسؤوليه كبيره، ما هي مسؤوليه شخص واحد ولا جهه واحده، مسؤوليه دوله، والملك الله يحفظه ويطول عمره يعني اهتم في الموضوع هذا. نعم،
وانشأنا هيئة، وحقيقة الناس اللي فيها نخبة. الهيئة نشيطة؟ نشيطة جدا. معكم كمستثمرين سعوديين؟ حقيقة لا، ما في تواصل بشكل داخل مع المستثمرين، لأن الهيئة يمكن أعتقد أهم هدف عندها حاليا التشريعات، اللي هي أنا أشوف أنها أهم يعني من المادة. إحنا الاستثمار حيكون استهداف تنمية رأس مال أو شيء. أنا أتمنى لكم الحقيقة أستاذ عبد الرحمن، أنت وغيرك من الشباب السعوديين وأيضا للهيئة السعودية للأمن السبراني كل التوفيق. أنا شاكر ومقدر لك تواجدك معنا في هذه الدقائق على قناة السعودية، وإن شاء الله نلتقيك بإذن الله في المؤتمر القادم بحول الله. وانتم طيبين ان شاء الله، وان شاء الله بامان وحياه امنه ان شاء الله دائما وابدا في امان. شكرا لك. الزميل ابراهيم العنزي اذا كان جاهز معنا من ركن اخر من اركان هذا المنتدى، المنتدى الدولي للامن السيبراني، وضيف الدكتور معتز النزهي. ابراهيم تفضل. أهلا بك زميلي، شكرا لك زميلي، مساء الخير لك ولضيفك ولجميع من يشاهدنا في هذه اللحظات. أقف هنا من المنتدى الدولي. مستمرين في تغطيتنا لهذا المنتدى. قبل قليل وتحدث تحديدا عن أهمية إلى أن يعني نتدارك ترك الزملاء موضوع الصوت، إن شاء الله سنعود لك إبراهيم. فقط أريد أن أعطيكم لمحة موجزة عن هذا المنتدى الذي افتتح أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وهو يعني يمثل فرصة كبيرة جدا للشركات، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية ولا على مستوى الدول العربية ولا الشرق الأوسط، بل على مستوى دولي. هناك خبراء وهناك رؤساء حكومات، هناك مسؤولين من أوروبا، من شرق آسيا، من أمريكا موجودين، وأعطوا تجاربهم الحقيقة في هذا المنتدى عن الأمن السيبراني وماذا يعني يتطلب في المراحل القادمة. نحن الآن أغلب دول العالم لا على المستوى العسكري، لا على المستوى الأمني، لا على المستوى الصحي كما نشاهد في فيروس كورونا الذي هو حديث الساعة هذه الأيام. جميع هذه الأمور حتى وإن كانت أمور ملموسة في حياتنا الطبيعية لأن لها قاعدة معلوماتية. جميع وزارات الصحة، الدفاع، الاستخبارات، الوزارات المالية في جميع دول العالم، الحكومات أنفسها جميع بياناتها قائمة على قواعد معلوماتية وبيانات معلوماتية. وبالتالي كل هؤلاء الخبراء الذين حضروا إلى الرياض إلى المملكة العربية السعودية قبل انعقاد قمة العشرين إن شاء الله القادمة في المملكة العربية السعودية هنا في الرياض، حضروا ليضعوا تجربتهم، يضعوا أطر عامة لحماية هذه المعلومات وأكثر، ليس فقط قواعد البيانات الموجودة، لكن كل ما يهم وكل ما هو موجود على منصة الإنترنت من بيانات ومعلومات. ناقشوا صناعة الأمن السبراني، ناقشوا تعزيز الأمن السبراني ومواجهة التهديدات. هناك تهديدات كبيرة جدا، يعني هناك تهديدات من أفراد وهناك تهديدات أيضا، هناك حروب بين حكومات تهكر بعضها البعض يعني الحصول على بيانات ومعلومات عسكرية وغيرها. هناك ما يسمى بالمجتمع السبراني، وأيضا كما ذكر الأستاذ عبد الرحمن قبل قليل هناك المصطلح الجديد والذي ربما يبدأ تدريسه في الجامعات السعودية وهو علم النفس السبراني. هناك التعاون الدولي في الأمن السبراني، وهناك الأمن السبراني والتقنيات الحديثة. إذن نحن نتحدث عن قطاعات رقمية. أعود للزميل إبراهيم العنزي. إبراهيم تفضل مرة أخرى. طيب إذا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم لمواصلة حديثنا وتغطيتنا للمنتدى الدولي للأمن السبراني.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام. وزارة الصحة حاضرة بقوة في هذا المنتدى وتسخيرا لهذا المنتدى، منتدى الأمن السبراني وتحديدا الأمن السبراني، لأجل تطوير الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. أرحب بسعادة المهندس باسم بن عبد الله العنقري وهو مدير عام الأمن السبراني في وزارة الصحة. حياك الله مهندس باسم. الله يحييك أخوي محمد وحيي السادة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. حضرت منذ يوم أمس من بداية المنتدى، ماذا خرجت به يعني كمسؤول عن الأمن السبراني في وزارة الصحة بشكل عام وتحديدا فيما يخص القطاع الصحي؟ أي نعم، الحقيقة في البداية أوجه شكري الحقيقة للهيئة الوطنية للأمن السبراني على هذا التنظيم الرائع. المنتدى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، افتتاح سمو أمير منطقة الرياض. المنتدى الحقيقة أطلق فيه مبادرتين رائعتين من سمو ولي العهد، مبادرة حماية الأطفال وتمكين المرأة. الكل يعلم أن الأطفال الآن أو الإنترنت الآن موجود في أو متاح للجميع، والأطفال مستهدفين بشكل كبير في معتقداتهم، في أخلاقهم، مستهدفين في بيانات الخاصة بهم. توعية الأطفال في هذا الجانب وهذه المبادرة الرائعة جدا ممتازة. المنتدى الحقيقة حضر فيه نخبة من المختصين في مجال الأمن السبراني من مختلف دول العالم. طيب، نخبة من صناع القرار. جميل. نعم. قد يسأل أي واحد، ممكن يسأل يقول لما واحد يبي يدخل على بيانات وزارة الصحة يعني بيجد المستشفيات لن يجد إلا مرضى وأمراضهم وإلى آخره، أنتم في وزارة الصحة لماذا أنشأتم هذه الإدارة، إدارة للأمن السبراني؟ يعني كان لكم هدف من وراءها، ما هي المخاوف لديكم في وزارة الصحة لذلك أنشأتوا هذه الإدارة؟ الحقيقة الإدارة تعتبر الوزارة من الوزارات المبادرة بإنشاء الإدارة واستقلاليتها تماما عن إدارة تقنية المعلومات. نعم. في عام 1438 صدر أمر سامي كريم بفصل أمن المعلومات بمسماه السابق وليس الأمن السبراني عن إدارة تقنية المعلومات في جميع المنشآت الحيوية والحساسة. أصدر قرار وزاري مباشرة بعد هذا الأمر السامي بإنشاء هذه الإدارة بمسمى الأمن السبراني. بعد إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السبراني وأصدار الضوابط الخاصة بالأمن السبراني من الهيئة، أحد هذه الضوابط هو استقلالية الأمن السبراني بمسماه الجديد عن تقنية المعلومات وارتباطها مباشرة برئيس الجهة أو من ينيبه، مع الأخذ بالاعتبار عدم تعارض المصالح. طبعا اعتمد هيكل هيكل الإدارة بمسماها الجديد اللي هي الإدارة العامة للأمن السبراني. طيب اسمح لي بس نتوقف عند هذه الكلمة السبراني. نعم. وحنرجع لموضوع المخاوف لأنه جدا مهم، بس أذهب إلى زميل إبراهيم العنزي مراسلنا هنا في المنتدى. تفضل إبراهيم. يعطيك العافية زميلي، مساء الخير لك ولضيفك ولجميع من يشاهدنا في هذه اللحظات. أقف في زاوية مختلفة في المنتدى الدولي للأمن السبراني، مستمرين في تغطيتنا لثاني أيام هذا المنتدى. قبل قليل تحدث فخامة الرئيس الأسبق لفرنسا نيكولا ساركوزي وتحدث عن أهمية وكيفية مواجهة التحديات السبرانية من جانب القيادات العليا وإيجاد الحلول لها، كما أيضا تحدث عن جانب آخر جانب مهم جدا وهو عقد الشراكات والاتفاقيات بين جهات خاصة وحكومية مع الهيئة الوطنية للأمن السبراني بهدف تطوير هذا المجال وإيجاد السبل للتعزيز والتعاون فيما يخص النتائج المأمولة في تقوية مجال الأمن السبراني على مستوى المملكة العربية السعودية. بالحديث عن الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ينضم معي الدكتور معتز النزهي، عميد كلية الملك عبد الله للعلوم والتقنية قسم العلوم والهندسة، قسم العلوم والهندسة الكهربائية والحاسوبية والحسابية.
للحديث أكثر حول هذه الاتفاقية والتطلعات والرؤى حولها. في البداية نرحب فيك دكتور، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على التعديل اللي أعطيتني إياه. نتكلم في البداية عن منتدى الأمن السبراني، كونه الأول من نوعه، أهمية وجود مثل هالمنتدى في هذا الوقت تحديدا من وجهة نظركم الشخصية، وبعد ذلك نتطرق عن الاتفاقية التي وقعت من قبلكم وما هي أبعاد هذه الاتفاقية. طبعا حضرتك عارف ان الامن السبراني النهاردة اصبح حاجة ملحة لجميع الحكومات والدول بل والاشخاص نفسهم، وهذا المنتدى يعني فرصة لم تكن مسبوقة على المستوى العالم بانك تجمع اكثر من 3500 قائد ومتخذ قرار على المستوى العالمي وتجمعهم في مكان واحد. وانت اشرت الى الكلمة اللي اعطاها الرئيس الأسبق الفرنسي و أخذت الريادة، أتمنى أنه يبقى يتطور إلى جهاز عالمي لمناقشة مشاكل الأمن السبراني بصفة عامة. المنتدى كان فرصة لإظهار التقدم اللي أنجزته المملكة في خلال، فرصة كما انت زي ما قلت انه توقع شراكات من شأنها انها تطور المجالات التعليمية والمجالات البحثية في المملكة، وكمان في المجالات التجارية في مجال الامن السبراني. كان ده برضو يعني فرصة الامير ولي العهد في كريم معالي وزير الاتصالات امبارح، وده بيودي لك فعلا ادى مش بس انها تلحق في الاخرى ولكن تاخذ مجال قياده في مجال من اجل انه نحمي مصالح الدول ومصالح التجاريه للاشخاص. نتكلم عن تفاصيل أكثر حول أهمية وجود مثل هذه الاتفاقيات ونتائجها المأمولة التي وقعت قبل قليل، حدثنا عنها أكثر. أنا يسعدني أن أقول أن جامعة الملك عبد الله وقعنا اتفاقية مذكرة، هذه الاتفاقية بتنص على التعاون في مجالين الأبحاث. حضرتك عارف ان الهيئة الوطنية انشأت بأمر ملكي ومنوط بها الإشراف على جميع مجالات الأمن السبراني في المملكة، ولذلك كون ان احنا بنمضي النهارده اتفاقية ده أولا ده بالنسبة لنا شرف بالنسبة لينا في الجامعة ان الهيئة اختارتنا لهذا التوقيع، وفي نفس الوقت الهيئة هتتعاون معنا في تطوير العملية التعليمية وتطوير عملية الأبحاث، وده هيخلينا ان احنا نوفر كادرات متقدمة في مجال الأمن السبراني على مستوى الدكتوراه، وده طبعا هيعود بالنفع الكبير الخبرات والأبحاث. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور. طبعا مثل ما ذكر الدكتور اكثر من 3500 مشارك واكثر من 1200 من الحضور من كبار المسؤولين من داخل المملكه وخارجها من قطاعات حكوميه وخاصه لهذا المنتدى. شكرا. هذا ما كان لدي الى الان. شكرا لك يا ابراهيم. شكرا شكرا جزيلا لك ابراهيم. اعود مشاهدينا الكرام الى ضيفنا المهندس باسم بن عبد الله العنقري مدير عام الامن السبراني في وزاره الصحه. اسف على المقاطعه دكتور. النقطه المهمه، المخاوف لديكم في وزاره الصحه لذلك انشاتم هذه الاداره، اداره الامن الاستمراري. هي المخاوف الحقيقه متعدده والتحديات كثيره. التحديات تكاد تكون مشتركه لجميع القطاعات ليس فقط قطاع الصحه. نقص الكوادر البشرية وهو ما أشار له معالي وزير الاتصالات أمس في كلمته، يجب تواجد 3.5 مليون متخصص في هذا المجال عالميا. بعض التقارير أصدرت
أن الاحتياج من القائم حاليا ما يعادل 145% من المتوفر حاليا. نقص الكوادر يعني من 3 مليون اللي موجود الآن 45%. لا، أنت تحتاج 3.5 مليون في 2021 إلى هذا الاحتياج إلى 2021. 2021 نعم، اللي هو السنة القادمة. طيب يعني هذه فرصة ونعيد ونكرر، يعني زي ما قلنا مع ضيفنا الأول، طلاب وطالبات كليات الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية، إن شاء الله بإذن الله أنهم يعني حيسدون هذه الحاجة بإذن الله، ولسنا بحاجة أنه نجيب أحد من برا، يعني اللهم لا خبراء يدربون، فالتعاون يعني جيد بدون شك. هي تكاملية بين جميع الأطراف. الآن الهيئة لديها مبادرة سايبر برو تقوم بتهدف إلى بناء الكوادر والقدرات البشرية في هذا المجال. ممتاز. التخصص مطلوب، ليس كل من تخصص في علوم الحاسب أو في نظم المعلومات هو متخصص في الأمن السبراني. أكيد أنه في اختلاف. طيب كيف يقدمون دكتور لديكم في وزارة الصحة لمن أراد أن يلتحق بمجال الأمن السبراني لديكم في الوزارة؟ بالعكس، الاحتياج موجود في الوزارة والتقديم متاح من خلال الخدمات موقع الوزارة. موقع الوزارة. نعم، ومن خلال موقع الوزارة الرسمي. جميل جدا. طيب هل هناك تعاون بينكم وبين الهيئة الوطنية للأمن السبراني؟ حدثني عن مجال هذا التعاون تحديدا، أطر الاتفاقيات اللي بينكم، الحديث اللي دارت، المستقبل للأمن السبراني في وزارة الصحة وأمن المعلومات للوزارة تحديدا. نعم، هو كما أسلفت قبل قليل، هي المبادرة سايبر برو الحقيقة استفادت منها الوزارة بشكل كبير بتدريب العديد من الموظفين على مستوى الوزارة وعلى مستوى القطاع الصحي بشكل كامل. هناك تعاون أيضا مع الهيئة في كل ما تصدره الهيئة من مخرجات قبل إصدارها لإبداء الملاحظات أو مراجعة بعض الإصدارات مثل الضوابط والإرشادات، خاصة الإرشادات المتعلقة بالجوانب الصحية مثل إرشادات نعمل الآن معهم على إرشادات حماية الأجهزة الطبية. جميع هذه الجزئيات تعاون بيننا وبين الهيئة. جميل. في هذا المجال. طيب المريض، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى، المريض بيسأل نفس السؤال، يقول أنا أستفيد من خدمات وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية أو غيرها، حتى ربما في المستشفيات القطاع الخاص، يقول أنا مريض، إيش فايدتي من الأمن السبراني في وزارة الصحة؟ جميع بيانات المريض الموجودة أو المتاحة في الخدمات المقدمة للمريض هي تقنية وآلية في وزارة الصحة. حماية هذه البيانات، حماية هذه الخدمات، ضمان استمراريتها بإذن الله لتقديم الخدمة الأفضل للمريض، هذا جانب كبير يهتم فيه الأمن السبراني لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمريض. تعطل الخدمة بسبب هجمة سبرانية أو ثغرة أمنية موجودة في أحد الأنظمة سيعطل الخدمة كليا عن المريض، وسيتأخر أو تتأخر الوزارة عن تقديم هذه الخدمة للمريض. لذلك أنتم تسعون إلى حماية كل بيانات وزارة الصحة ما يتعلق شك. بالمرضى، ما يتعلق أيضا بالمخازن الأدوية، ما يتعلق بكم أنتم كموظفين في الوزارة. نعم. كل هذه نعم الأمور بالضبط. إيش غير هذه بالضبط. الأمور الثلاثة في المنظومة يعني في وزارة الصحة تستهدفون حمايتها؟ هي ليست فقط حماية، وإنما حتى صلاحيات الوصول إلى المعلومة. صلاحيات الوصول ليست متاحة للجميع، فهناك الطبيب وهناك المريض وهناك الممارس الصحي، كل حسب دوره في علاج الحالة. في العلاج الحالة. نعم. وصول المعلومة كاملة أو وصول معلومة كاملة عن المريض للطبيب مختلفة عن الممارس الصحي، ومختلفة أيضا عن المريض. نعم، مختلفة عن المريض. نعم. إلى أين وصلتوا في هذا المشروع يعني مهندس باسم إلى الآن؟ هي ما زالت بالنسبة إلى المريض لم تكتمل بالشكل المطلوب، اللي هي البيانات تكون متاحة للمريض بشكل كامل، لكن البيانات الآن بالأنظمة التي تعمل عليها الوزارة، أنظمة المعلوماتية الصحية على مستوى المستشفيات وعلى مستوى المراكز الصحية، كل هذه الأنظمة فيها البيانات متكاملة عن المرضى متاحة
في الجانب الطبي للطبيب والممارسين الصحيين. طيب فيه جهات حكومية ووزارات يعني مشكورة أخذت قطعت شوط كبير جدا في موضوع أمن المعلومات والأمن السبراني، مو بشرط يعني أنه فقط يكون هناك تعاون مثلا مع الهيئة الوطنية، ربما أيضا هناك من له تعاون أكبر مع الهيئة من الوزارات. تعاونكم مع الوزارات الأخرى في هذا المجال؟ بدون شك هناك تبادل للخبرات الحقيقة بين الجهات، هناك لقاءات بين الوزارة والوزارات خاصة الخدمية الكبيرة مثل وزارة التعليم. نعم. أيضا هناك استفادة مما تقدمه الاتحاد السعودي للأمن السبراني والدرونز مثل معسكر طويق الذي أقيم قبل فترة، معسكر طويق للأمن السبراني. حاولنا الحقيقة استقطاب العديد من المتدربين في هذا المعسكر. جميل. التعاون مع الجهات بشكل كبير، لكن التعاون الأكبر قد يكون مع الهيئة الوطنية للأمن السبراني. طيب. سياستكم في الأمن السبراني في وزارة الصحة، طبعا التشريعات من الهيئة الوطنية، لكن لكم تشريعات داخلية زي ما تحدثت أنت قبل شوي أنه ما يحصل عليه الطبيب من معلومات يختلف عما سيحصل عليه الممارس الصحي، وبيختلف أيضا ما يحصل عليه المريض. أراء هؤلاء الناس المعنيين، الطبيب والممارس الصحي والمريض، تأخذون فيها في عندما تضعون تشريعاتكم الداخلية، ولا أنتم فقط تشرعون وعلى هؤلاء التنفيذ؟ هي علشان نعرف كيف سياسة التشريع في الوزارة. إيه؟ الضوابط اللي وضعتها الهيئة هي وضعتها كأساسية أطر عام. وللجهة زيادة ما ترى. نعم. طبعا هذه كضوابط. إيه؟ بالنسبة للسياسات كل جهة تبني سياساتها حسب العمل التي ترى، حسب تخصصها كما تفضلت. الآن نعمل على سياسات لا تعتمد إلا من خلال لجنة إشرافية وتوجيهية عليا برئاسة معالي النائب في الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجة. اللجنة فيها جميع القيادات الوزارة، لا يمكن اعتماد أي سياسة أو أي تشريع بدون اعتمادها من خلال هذه اللجنة. اللجنة إحدى متطلبات الهيئة لوجودها في جميع الجهات، يجب أن يكون هناك لجنة توجيهية أو لجنة إشرافية تعمل على اعتماد السياسات، اعتماد استراتيجيات، اعتماد كل ما يتعلق بمتطلبات الأمن السبراني في هذا المجال. الإدارة لا تتبنى السياسات لكن لا تعتمدها. جميل. إنما تعتمد من اللجنة التوجيهية. من اللجان. طيب نعم. أستاذنك مرة ثانية مهندس باسم، وأذهب إلى الزميل إبراهيم العنزي مرة أخرى. تفضل إبراهيم. يا أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية زميلي، مساء الخير لك ولضيفك ولجميع من يشاهدنا في هذه اللحظات. عودة مرة أخرى ومستمرين في تغطيتنا لمنتدى الأمن السبراني الدولي. نتحدث عن الهيئة الوطنية للأمن السبراني. تنضم معي ضيفتنا الأستاذة إيمان الدليم، خبيرة بأمن المعلومات، الحديث أكثر حول الهيئة وأيضا هذا المنتدى وأهميته. بالبداية نرحب فيك أستاذة إيمان، يا أهلا وسهلا فيك. نتكلم عن المنتدى بشكل عام، أهمية وجود المنتدى تحديدا في هذا الوقت، وأيضا عن دور المرأة أو تمكين المرأة في هذا المجال. يعطيكم العافية. مما لا شك فيه أن المنتدى أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين في الأمن السبراني حول العالم، كذلك المنتدى أشار على أهمية التعاون الدولي وأهمية مشاركة المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات الدولية وبناء القدرات، كذلك استعرض المنتدى التحديات والصعوبات التي تواجهنا في المجال الأمن السبراني حول العالم. جميل جدا. نتكلم عن دور المرأة في هذا المنتدى، اللي شارك المشاركات اللي موجودة، كيف رأيتيها، كيف رأيت المتحدثين اللي كانوا موجودين في هذا المنتدى؟ في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلن بالأمس بالمنتدى أمير الرياض عن مبادرتين تبناها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي تركز على دور وحماية الأطفال في الفضاء السبراني، كذلك عن تمكين المرأة في مجال الأمن السبراني. وإحنا سعيدين وفخورين بهذه المبادرة الرائعة، وراح نتبنى إن شاء الله إحنا من دورنا هذه المبادرة ونكون
نكون سفراء لها، وإن شاء الله بإذن الله ندرب بناتنا ليكونوا مؤهلات وخبيرات في هذا المجال. الله يرضى عليك، يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا، يمن عافية، شكرا. طبعا تحدثنا في هذا المنتدى عن دور أو ملف مهم، ألا وهو تمكين المرأة، أحد الملفات التي تناقش ضمن جلسات خاصة في هذا المنتدى. هذا ما كان لدي إلى الآن. شكرا جزيلا لك مهندس باسم. بشكل سريع في 30 ثانية، 2020 في الأمن السبراني في الوزارة. الحقيقة الآن نبني الآن استراتيجية كاملة للقطاع الصحي، نعمل على إقامة العديد من ورش العمل لرفع ثقافة الأمن السبراني لمنسوبي الوزارة ومنسوبي القطاع الصحي بشكل كامل. والحقيقة أجدها فرصة الآن لدعوة الشباب والشابات في ظل النقص الحاد في هذا المجال للمشاركة معنا في الأمن السبراني. جميل جدا. من خلال التقديم للوزارة بشكل مباشر على موقع الوزارة. نعم. طيب المهندس باسم بن عبد الله العنقري، مدير عام الأمن السبراني في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وبشكل سريع أضم صوتي وأكرر ما قال المهندس باسم لطلاب وطالبات كليات الحاسب الآلي الخريجين من جامعات المملكة، ادخلوا على موقع وزارة الصحة، قدموا أوراقكم، هناك حاجة كبيرة في وزارة الصحة لهذا التخصص. تغطيتنا اليوم لليوم الثاني والأخير للمنتدى الدولي للأمن السبراني، والذي سيختتم أعماله إن شاء الله مساء اليوم هنا في الريتز كارلتون في مدينة الرياض. هذه التغطية عبر شاشة قناة السعودية انتهت. أنا شاكر ومقدر لكم مشاهدينا الكرام على كريم وطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله على خير. هذه تحياتي أنا محمد المحية وكافة فريق العمل، وفي أمان الله.